هو الفيرتيكال، يعني لا توجد الجودة، سوف أحولها إلى أوريزونتال لكي نرى هل توجد الإشارة في أوريزونتال. هو الأوريزونتال، نعم الأوريزونتال توجد فيه الإشارة، يعني مشكل الفيرتيكال. نعم يعني الآن توجد 14 فولت، كان في الأول. هي الإشارة الآن في الفيرتيكال، سوف نقوم بالخروج. هي القنوات الخاصة بالفيرتيكال شاور. دائما مع بي سي بي واي بلس، يعني هذه الخاصية خاصة بعروض الرعاية. هنا رعاية مشروع التمويل الجماعي، وهنا رعاية مشروع غير ربحي، يعني أول موقع يعني خاص بطلب ثنائي الفينيل متعدد الكولور يعني مجانا. هنا بعض المشاريع التي تم يعني رعايتها، رعاية مشاريع باردة، يعني نساعد الطلاب ورواد الكهرباء على تغيير العالم. هنا بعض المشاريع التي قام بها بعض الطلاب، يعني تقريبا كلها مجانية. يعني أتمنى أن يعجبكم هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم أو فيديو اليوم، يعني دائما مع الإشارة، مشكل السينيال في هذا الجهاز. لدينا مشكل فيرتيكال، يعني قنوات الفيرتيكال أو ترددات الفيرتيكال لا تشتغل. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء وتوصيله بالتلفاز. يعني الأوريزونتال يوجد فيه الإشارة، الفيرتيكال لا يوجد فيه الإشارة. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح المشكل. هو الجهاز شغال، سوف نقوم بقياس خروج تنير. توجد 21 فولت في الأوريزونتال، فنقوم بقياس داخل التونير. توجد 18 فولت فاصلة 80 في أوريزونتال، سوف نقوم بتحويله إلى الفيرتيكال. في الفيرتيكال يعني توجد 18 فولت أيضا، 18 فولت زاد 10 فولت يعني تزداد. هذا فيرتيكال، يعني يوجد المشكل في الفيرتيكال. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح هذا المشكل، سوف أريكم في التلفاز. هو الفيرتيكال، يعني لا توجد الجودة، سوف أحولها إلى أوريزونتال لكي نرى هل توجد الإشارة في أوريزونتال. هو الأوريزونتال، نعم الأوريزونتال توجد فيه الإشارة، يعني مشكل الفيرتيكال. يعني سوف نقوم بالدخول إلى هنا ونرى الإعدادات، يعني أونيفيرسال، يعني الإعدادات سالمة 9750، 10600 يعني صحيحة. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح هذا المشكل، يعني أحاول ما أمكن أن أقوم بإصلاح يعني عدة أجهزة خاصة بمشكل الإشارة، خصوصا الفيرتيكال وأوريزونتال، لأن هذا المشكل يعني يصعب على العديد إصلاحه. سوف أقوم بالشرح بالتفصيل إن شاء الله دائما. هنا توجد يعني جوج ديال الترانزستورات، يعني واحدة هالأخرى، هذه خاصة ب الأوريزونتال، هذه خاصة بالفيرتيكال، سوف نقوم بالشرح إن شاء الله. وهذه هي التي يعني تقوم تدخل إليها 25 فولت أو 24 فولت، وتقوم بإخراج يعني 14 فولت و 18 فولت أو 19 فولت التي تشتغل بها الإشارة. سوف أقوم بتوصيله مرة أخرى بالكهرباء ولكي أريكم.
الآن الجهاز على الفيرتيكال، هذه خاصة بالفيرتيكال، يعني الآن توجد 17 فولت 16 فولت، يعني ليس مستقر كما تلاحظون. هذه خاصة بالهوريزونتال، لا يوجد فيها شيء. سوف أقوم بتحويل إلى هوريزونتال ونقوم بالقياس ونرى. هذه خاصة بالهوريزونتال، هنا الفيرتيكال، هذه خاصة بالفيرتيكال يوجد فيها 21، وهذه أيضا هوريزونتال يوجد فيها 21، يعني تعطي 21، يعني حتى الخاصة بالفيرتيكال. استنتجنا بأن لدينا المشكل في هذا الترانزستور الصغيرة، استنتجنا أن لدينا المشكل في هذا الترانزستور الصغيرة الخاصة بالفيرتيكال. سوف أقوم بتغييرها بأخرى، سوف أرى الرقم المكتوب فيها، يعني مكتوب فيها 1A، سوف أقوم بتغييرها بنفس الرقم. يعني لدي مثل هذه الأجهزة توجد فيها تلك الترانزستور، سوف أقوم بتغييرها إن شاء الله وسوف يتم إصلاح المشكل. بسم الله. تم نزع الترانزستور. هيا سوف أبحث عن نفس الرقم إن شاء الله. سوف أقوم بتغييرها بهذه، يعني بنفس الرقم، نزعتها من جهاز يعني يشبه هذا. الآن تم تركيب ترانزستور المطبوعة مكانها. سوف أقوم بالتجريب الآن، إن شاء الله سوف يتم إصلاح المشكل بإذن الله. أقوم بتشغيل الجهاز. هكذا. يعني الآن تم إصلاح المشكل، الفيرتيكال الآن شغال. نعم، يعني الآن توجد 14 فولت، كان في الأول توجد 18 فولت كما تلاحظون، الآن توجد 14 فولت. فأقوم ب كما تلاحظون توجد 14 فولت. سوف نشاهد الآن التلفاز، هي الإشارة الآن في
الفيرتيكال سوف نقوم بالخروج، أي القنوات الخاصة بالفيرتيكال شغالة. يعني المشكل من تلك الترانزستور الصغيرة، هو الفيرتيكال أيضا شغال. هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.